السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتم أول مرة تشاهدوا هذه القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال موديلات جلابة والقفطان المغربي. كما كتشوفوا اليوم جبت لكم آخر الموديلات ديال القفطان المغربي، يعني موديلات متنوعة وموديلات باقة جديدة وراقية ديال هاد السنة هذه. كنتمنى ان شاء الله تشكيلات تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا موديلات راقية بالتوب ديال الكريب بالسفيفة عريضة وبالدبانة، يعني موديلات مازال جديدة وراقية، كتجي راقية في القفطان. كما كتشوفوا اللوينات، حتى اللوينات حتى هما كيجيو راقيين. حالة الخدمة هذه كتجي في التوب ديال الكريب، كيكون التوب ديالو سامبل باش كتبان فيه هذيك السفيفة او المرمى عريضة بالدبانة. كما كتشوفوا هذا القفطان ده حتى هو كيجي به ازواق المعلم وبالسفيفة هابط حتى لتحت. موديلات راقية ومتنوعة، اخر ما كاين في القفطان المغربي لهاد السنة هذه. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب، زر لايك، باش نكون ان شاء الله دائما نشارك معكم الجديد واخر ما كاين في الموضة المغربية، القفطان التقليدي المغربي. كنتمنى ان شاء الله تشكيلات تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعة، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.